يلا تعال بقى خلصنا استعجل لك شوي. ليكني جاية طويل بالا. روجين يلا مو جاي لعنا؟ ايه جاية، وامي كمان بدها تجي لعندكم. يلا لكان امشي نروح. بس نوصل دغري نشغل تلفزيون نتفرج عليه انا وياكي، وهلا بنروح نشتري كازوز. شكرا. هلا بنشوف افلام كرتون، وبخلي امي تساوي لنا اكلات طيبه. أول شي نعم نتفرج أنا وياكي على الساحرات، بعدين نلعب أنا وياكي. ماشي؟ ماشي. نيالك يا عارف بيتك كتير حلو. أهلين وسهلين، يلا تفضلوا. شوفي تلفزيون ماما. إذا بردت كاستي شاي لصب لك وحدة. لا يسلموا، لساتها سخنة. حطيتي لها سكر؟ حطيت لها، شكرا كثير. ماما إذا بتريدي شغلينا التلفزيون. تكرم عينك يا روحي. السحرة الحلوة اللي حتطلع بعد شوي. عارف فهمان وذكي كتير، الله يحمي. حافظ مواعيد البرامج كلها، وأي برنامج بيسألوا عنه فوراً بيعرفوا، وحافظ كلمات الأغاني كمان. سمعتي شو قالت ماما؟ أنا ذكي كتير. ما شاء الله عليك، تقبر قلبي يا روحي. ما شاء الله. روجين هذا عثمان. شو مفكر حالك انت؟ شو عم تعمل عندك؟ خالد بيك. لك وينك خالد بيك؟ جيب السلم وتعب بسرعه، في ولد علقان على الشجره. خالد بيك، خالد بيك، رد علي خالد بيك. لك شو طلعك على الشجرة بالله؟
الله ستر، منيح لي ما وقعت وكسرت رقبتك او صار لك شيء. شو مجنون انت يا ابني؟ قلبي اللي انكسر مو رقبتي وتبهدلت قدام روجين. الزلمة كان عم ينزلني عن الشجرة وبنفس الوقت نازل فيني بهادل. برأيكم في شيء أسوأ من هيك؟ فيك شيء؟ تكون مفكر حالك عصفور بدك تعمل عيش على الشجرة. ابن مين هاد؟ لازم نخبر أمه مشان تجي لهون وتاخده. لا تقولي شي لأمي، أنا بروح لحالي على البيت. ما بيصير، بركي صار لك شي أنت ورايح. أنا ما بتحمل مسؤوليتك أبداً، ما بتتحرك ولا خطوة من هون قبل ما تجي أمك. ألو؟ أيوة أنا. ماشي، جاية فورا. صح ما قدرنا نتفرج على الساحل اليوم، بس مو مشكلة، بكرة بالمدرسة بقلك شو رح يصير بالحلقة. عثمان روحي، انت منيح؟ شو صار؟ منيح. وقعت من الشجرة مزبوط؟ ما وقعت، ضليت متعلق. مرحبا، انا بتشكركم كتير لانكم اهتميتوا بعثمان. نحن مالنا ذنب بنوب، هو منه لحاله طلع على شجرة وزحطوا عليه على الغصن. على فكرة انا ما بتحمل مسؤوليته ابدا. يلا يا اولاد فوتوا لجوا. يلا 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 يلا. تفضلي، راحت حلقة الساحرة. بس مو مشكلة، بسيطة. هلأ بنشرب الشاي وبنتفرج على المسلسل البوليسي، بدي شي نص ساعة وبيطلع. فيك تفهمني ليش فتت على جنينة العالم وشو كنت عم تعمل هني وطالع على الشجرة كمان؟ مو عيب تراقب بيوت الناس يا ولد؟ أنا ما فتت على جنينة لحتى راقب بيوت الناس، كنت عم بتطلع على عارف وروجين، وبعدين طلعت الساحرة وتفرجت عليها وفجأة زحطت وعلقت على الشجرة. ماشي أمي؟ بعدين أنت ما تحكي ولا كلمة، حق عليكي، أنا ماني ذنب بنوب. بالله فهمني ليش؟ أنا شو قلت لك؟ شو قلت لي؟ قلت لك اشتري تلفزيون، ليش ما اشتريتي لي إياه؟ لو عنا تلفزيون كنت عزمت روجين وتفرجنا على الساحرة وما كانت راحت عند عارف. مزبوط ماما؟ يا الله شو هالجيل هاد. عم تضحكي علي كمان؟ طبعا مو انتي اللي وقعت قدامهم، انا اللي وقعت اتبهدلت. روحي روحي، انا ما كنت عم بضحك عليك، استناني شوي. شو هالولد؟ تلفزيون؟ طول بالك شوي، فكر. أمي ما رح تقولي لحدا مو هيك؟ عن شو؟ إني حلقت على الشجرة. ما بقول لحدا. أمي كانت مثل الجبل، جبل عالي ما بتهزه الريح، دائما راسها مرفوع، وأنا طول حياتي عم بستند عليها. وجودها جنبي كان بيقويني.